بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. تتجدد التحية من هنا من عاصمة ميادين السلطنة ميدان الفليج لسباقات الهجن، حيث هذا الانطلاق الكبير الذي يقام على أرضية هذا الميدان دعما وتشجيعا لمسارات الأصالة بالسلطنة الحبيبة. هذا العطاء الكبير يأتي من القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، القائد المفدى شؤون البلاط السلطاني، من يقدم أيضا هذه التسعيرة بتنظيم وإشراف من الاتحاد العماني لسباقات الهجن. على بركة الله وتوفيق منه عز وجل تعلن إحدى الانطلاقات في هذه الأثناء، وهو شوطنا الرابع من أشواط الخير والبركة. هكذا مشاهدين الأعزاء أعطت إشارة البدء لانطلاقة هذا المسار. نتمنى التوفيق لكل الشعارات التي أتت من أجل المنافسة، أتت من أجل نيل اللقب الغالي وكلمة الناموس. إلى مقدمة الشوط نتابع ونساير المقدمة ومركز الصدارة، هذه الأسماء التي فاقت 57 مشاركا في هذا المسار. حلوة وخلوة على مقدمة الشوط، خلوة تأتي مع المقدمة. خلفان بن علي بن راشد الغيلاني يقدم لنا هذا الاسم المميز ويأتي مع مقدمة هذا المسار. المركز الثاني أتابع مع ثاني المراكز اللي وصلت تكريت مع المركز الثاني، لحمود بن سالم بن رغش الوهيبي يقدم لنا تكريت مع المستوى الثاني من مسار هذا الشوط. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث حلف حاتم بن سعيد بن حمد اليحافي يقدم لنا حلف مع المستوى الثالث. المركز الرابع وصلت مع رابع المراكز سياد، وهو شوط كبير وإنها لسادة كبيرة. هنا سياد مع المركز الرابع يقدم لنا هذا الاسم، عيسى بن سالم بن علي الدرعياتي مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت خامسا النايفة علي بن راشد بن مسلم العمري يقدم لنا هذا الاسم وينطلق مع نايفة. هذه الأسماء مشاهدين الأعزاء للخمسة المراكز، أول المنطلقين والباحثين عن هذا الناموس الغالي. وهنا عمان الرياضية تقدم لكم هذا النقل المباشر هنا على أرضية عاصمة ميادين السلطنة. ما شاء الله، هذا هو الشوط المثير، وهذه هي الأصايل، وهذه هي المنافسة ما بين أبناء السلطنة الذين حضروا من أجل هذه المنافسة الكبيرة، ومن أجل نيل اللقب الغالي، ومن أجل اختصار هنا كلمة الناموس بين قوسين. وانطلاقتنا مع المنحنى الأخير الذي يتجه إلى المقصورة الرئيسية في هذا الانطلاق الممتاز. لنا عودة مع المقدمة والصدارة لنتابع مقدمة الشوط. الله، هي النايفة اللي غيرت في هذه اللحظة. النايفة مع مقدمة هذا المسار يقدم لنا هذا الاسم، علي بن راشد بن مسلم العمري ياتي مع مقدمة الشوط. والمتابعة تأتي في هذه اللحظات من تكريت مع المركز الثاني يقدم لنا هذا الاسم، أحمود بن سالم بن رغش الوهيبي. يا سلام اللي وصلت في هذه اللحظة، ما شاء الله، أول ظهور في هذه اللحظات لهذا الاسم. وصلت مع المركز الثالث طيف سالم أو صالح بلغ فيك بن صغير المالكي قدم لنا طيف مع المستوى الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث، الله الله على اسم المتدخل، وثائق وصلت مع المركز الثالث سالم بن سعيد بن مبارك الزرعي. تجاوزنا لائحة الكيلو متر الأخير وارصدني من اللي وصلت في هذه اللحظات تحمل الرقم 50، وصلت شديدة لحمود بن سالم بن عبد الله الطوقي وصل وفي هذه اللحظة. ما شاء الله، شوف التبادل للمراكز لنيل ناموس هذا الشوط والمنافسة
المنافسة الحادة بين أقطاب المنافسة. ما شاء الله اللي تحركت في هذه اللحظات وبدلت رغد رغد رغد. أول اسم، أول ظهور، أول ظهور لهذا الاسم. رغد وصلت مع المقدمة، أحمد بن صالح بن سلطان الغيثي. يا سلام، الله يلغيثي، الله يلغيثي. ولكن هنا المنافسة من النايفة، 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 النايفة. شوف الصراع، شوف الانطلاق ما بين الغيثي، ما بين الغيثي وما بين العمري، بين هذه الأسماء الكبيرة. هنا مشاهدين الكرام نتابع مقدمة الشوط، ولا زالت النايفة هي العلامة الفارقة حتى هذه اللحظة. علي بن راشد بن مسلم العمري ياتي مع مقدمة الشوط، هو بطل الانطلاقة حتى اللحظة والملاحقة. هنالك أيضا تأتي المباشرة أيضا من هذا الاسم، من رغد، رغد والنايفة، النايفة، 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 العمري، العمري. وبسلم على العمري. الله، المئة متر الأخيرة ولا زالت النايفة، النايفة هي العلامة الفارقة حتى اللحظة. علي بن راشد بن مسلم العمري، وسلمت يمينك يا العمري، سلمت يمينك يا العمري. حيوا حيوا على هذا القدوم، تهانينا. سلام العمري، سلام. المركز الثاني، وصلت مع المركز الثاني رغد، أحمد بن صالح بن سالم بن عبيد الزرعياتي مع المركز الثاني، واللي هي رغد. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نهني راعي النايفة بطل هذا الشوط الذي حظى على هذه الانطلاقة، تهانينا والناموس. واسعد الله صباحك يا علي يا بن راشد يا ابن مسلم العمري على هذا الفوز وهذا الانتصار.